نعم، منتدى الاستثمار في أفريقيا 2018 والذي يأتي في نسخته الثالثة انطلاقا هنا من مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، تحت شعار الزعامة الجريئة والعمل على تعزيز الاستثمارات البينية بين دول القارة السمراء. بدأ هذا المنتدى بعقد عدة ورشات عمل استمرت وانطلقت منذ صباح هذا اليوم وتستمر حتى تمام الساعة 6 من مساء هذا اليوم. العناوين الأبرز لهذه الورش والندوات تدور حول دور ريادة الأعمال وشركات الناشئة، تمكين المرأة الإفريقية، أيضا التحول الرقمي، وقضايا الصحة والتعليم في القارة السمراء. أكثر من 3000 من الشخصيات البارزة في المجال الاستثماري والاقتصادي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية جاءوا للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى. العديد من الرؤساء وزعماء وقادة الدول الإفريقية التي تشارك في هذا المؤتمر، مؤتمر الكوميسا الذي يجمع دول جنوب وشرق القارة الإفريقية، نحو 18 دولة تشارك على مستويات مختلفة، بدءا من رئيس دولة إلى رئيس حكومة، انتهاء بممثل للحكومة الدولة من الدول الإفريقية التي تساهم أو تشارك في هذه الفعاليات. عدد كبير من أيضا ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل لتعزيز حركة التجارة وتنقل الاستثمارات بين دول القارة السمراء تشارك في فعاليات هذا اليوم الذي من المقرر أن يختتم بجلسة سوف يشهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدور حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمشاركة 100 من شباب رواد الأعمال الأفارقة الذين جاءوا للمشاركة في منتدى شباب العالم في دورته السابقة التي انتهت منذ أسابيع والتي خرجت بتوصيات لإشراك هؤلاء الشباب في منظومة العمل الإفريقي لدفع عملية الاستثمار والبنية والتنمية المستدامة في القارة السمراء. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس حسام الجمل رئيس الرابطة الإفريقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مرحبا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا، تشرف بيك. أبرز الموضوعات اللي بيتناولها هذا المنتدى في هذه النسخة هو موضوع التحول الرقمي. مظبوط. لو سيادتك تلقي مزيد من الضوء على هذا القطاع وأهميته في دفع عملية التجارة البينية والاستثمارات البينية بين دول القارة السمراء. هو التحول المجتمع الرقمي جزء رئيسي يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومهم جدا لكل القارة السمراء، وفي الحقيقة التحول المجتمع الرقمي ممكن يساعد على كتير من تسهيل ريادة الأعمال الموجودة، على تسهيل تنقل الأموال ما بين الجهات وبعضها، على تسهيل تحقيق نشاطات الشركات بشكل أفضل، تنافسي بشكل أعلى في المجتمع. والواحد فعلا سعيد انه هنا يعني بالذات النهارده اليوم دوت في برنامج كامل عشان رياده الاعمال، وجزء كبير من رياده الاعمال الموجوده تخص شركات بتعمل في مجال التكنولوجيا من كل افريقيا، وشيء مهم جدا. النهارده برضو البنك الدولي كان لسه بيعلن عن افضل 100 شركه ناشئه في المجال، وده شيء برضو كويس جدا. النهارده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات كان بيتكلم على اهميه دعم الشركات الناشئه المبدعه في مجال التحول المجتمع الرقمي. الحديث عن قضيه التحول الرقمي يا فندم بياخدنا الى الحديث ايضا عن ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه ادماج وتكامل الاقتصاد القاره فيما بينه اتساقا مع رؤيه القاره للتنميه المستدامه حتى عام 2063. الحقيقه انه في الحقيقه طبعا زي ما قلنا الفرصه عاليه قوي، لانه باستخدام التكنولوجيات الحديثه ممكن يحصل فرق نوعي في الاقتصاد الرقمي، وممكن ده يساعد الشركات في القاره انها تحقق تصدير سريع وتكامل ما بين الشركات وبعضها وكده. لكن التحديات اللي موجوده نمره واحد بتبقى عدم وجود معرفه كامله بالتشريعات اللي موجودة في كل دولة من دول القارة، بالشكل المؤسسي اللي موجود، بالكونتاكتس، بمين يتصل بمين فين عشان يتم التواصل معاه، بآليات التمويل المناسبة عشان يضمن تحويل الأموال بعد كده. ففي الحقيقة من أهم الحاجات اللي مطلوبة سريعا هي وجود المعرفة في شكل رقمي يقدر اي شركه من الشركات اللي في خلال في القاره او بره القاره تطلع من خلالها على البيئه المحيطه اللي موجوده والامكانيات المتاحه عشان تحقق نقله نوعيه. مصر عندها حاجات في هذا النطاق كويسه ومهمه، وده سهل كتير خاصه بعد قانون الاستثمار الاخير والقوانين الخاصه بالتحول الرقمي. يمكن بقيه القاره مش واضح ده كفايه، واحنا بنعمل يعني على وجود بوابة معرفية لهذا الموضوع.
الجزء الثاني طبعا وده يمكن السيد الرئيس ذكره اكتر من مره، انه وجود الاليات للتواصل ولانتقال التجاره بشكل جيد هيفتح شرايين القاره ويخلي في فرصه انه الامور تمشي بشكل افضل بكتير من اللي موجود حاليا. وعشان كده مهم قوي البنيه التحتيه اللي في القاره تبقى على المستوى اللي يسمح انه من مصر يوصل لغايه جنوب افريقيا، ومن الشرق يوصل لغايه الغرب في افريقيا. مهم ان يبقى فيه كابلات الفايبر اوبتيك تبقى واصله ما بين الكل، عشان برضو مره تانية ده يقلل التكلفه في التواصل من خلال الانترنت في القاره. واخر حاجه وجود اليات التمويل المناسبه، وبرضو احنا شايفين النهارده في المؤتمر قد ايه في مؤسسات تمويل مختلفه، ان كانت مؤسسات متعدده الجنسيات او مؤسسات خاصه، عشان تساعد انه، لان معظم شركات القاره القطاع الخاص معظم شركات صغيره او متوسطه او ناشئه. وجود اليات التمويل والجهات التمويليه المميزه هيساعد انه ينقل الشركات دي الناجحه منها المتميز منها الى مراحل متقدمه تقدر تنافس زي اي شركه من الشركات العالميه. اخيرا مهندس حسام، ايضا الحديث عن احد اهم العناوين التي يبحثها هذا المنتدى عبر ورش عمل وندواته هو دور القطاع الخاص وكيفيه ادماج القطاع الخاص فيه الى جانب الجهود الحكوميه المبذوله لتهيئه المناخ لاستثمارات متبادله لتكامل اقتصادي بين دول القاره. طيب اهميه دور القطاع الخاص في هذه العمليه وايضا المعوقات التي تواجه هذا القطاع. طيب في الوقت الحالي ما عادش الحكومه بتقوم بالدور لوحدها، على مستوى العالم كله بقى فيما يسمى المالتي ستيك هولدر ابروتش، يعني الـ 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 الطريقه متعدده اصحاب المصالح اللي بيبقى فيها الحكومه، القطاع الخاص، القطاع الفني، الاكاديميا. وفي الحقيقه لو تكاملوا مع بعض في الدور بيقدروا ينجزوا بشكل افضل كتير. القطاع الخاص هو دايما هو اللي بيسحب الاقتصاد لقدام واللي يقدر يعمل نقلات نوعيه مهمه جدا. الحكومه دورها الاساسي هي توفير البيئه الحاضنه السليمه للقطاع الخاص انه ينطلق ويحط استثمارات ويعمل نقلاته النوعيه، وهو في كل العالم اللي بيعمل النقلات الاقتصاديه الكبيره. احنا شفنا في الصين شركه زي علي بابا اللي صاحبها قعد 10 سنين يشتغل عليها او 12 سنه فجاه تحولت الى 100 مليار دولار شركه. 100 مليار دولار ده رقم كبير جدا. فبنفس المبدا ده الشركات اللي في افريقيا اذا استطاعت ان تنتقل من مراحل الشركات الصغيره المتوسطه الى الشركات العالميه يبقى ممتاز. طب مهندس حسام الجمل رئيس رابطه المعلومات وتكنولوجيا للاتصالات الافريقيه، شكرا جزيلا على هذه المداخله. شرفت بيكم. شكرا. زميلي دكتور علي، بقيت الاشاره هنا الى ان هذا المنتدى ياتي في ظل ترأس مصر للدوره القادمه من دورات انعقاد الاتحاد الافريقي، ما يلقي على كاهلها الكثير من التبعات لاحداث نقله نوعيه في العمل الافريقي المشترك خاصه على الصعيد الاقتصادي، ايضا خاصه في ظل اعلان القاره بادماج الثلاثة التكتلات الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2020، وهو تكتل الكوميسا لدول جنوب وشرق ووسط القارة، أيضا تكتل السادات لدول جنوب القارة، وأيضا تجمع غرب القارة السمراء. في حلول عام 2020 سوف تكتمل هذه التكتلات الثلاث لتمثل قوة اقتصادية فاعلة وضاربة على المستوى الدولي. شكرا لك الزميل علاء رشوان على هذه الإفادات الواضحة من مدينة شرم الشيخ.